الله بالصحة والعافية، عمرها 60 عاما وتريد النكاح والعفاف، أبناؤها يمنعونها، فهل لهم الحق في هذا ظلم وهل بين، يأثمون؟ ظلم بين ويأسمون، يأسمون. المرأة تريد وما تريد إلا الحل والبل، فكيف تمنع على أمر فيه الحلال؟ فليتقوا الله ربهم وليبروا بأمهم وليتركوا لها العنان في هذا الباب، تتزوج وفي بضع أحدكم صدقة فتفوز ويفوز من تزوجها بعفافها، وأن تحتسب الأجر في ذلك، ولعل الله جل وعلا يكتب لها الأجر أن تتعاون مع هذا الزوج الذي أتاها على البر والتقوى، فتأخذ بيده وأخذ بيدها إلى الجنة. ولا نعمة البنت سعيد بن المسيب كانت لبيبة قريبة، لما دخل عليها سعيد بن المسيب كانت بتقرأ في خواتيم سورة البقرة، وهي تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي قد علمنا حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ قال لها الرجل الصالح للمرأة الصالحة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيأثمون لو 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 وقفوا حجر عصر أمامها فيما أن تفعل ما يحل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء.